Kecamatan Sampelaraya Kabupaten Kidal diresmikan pada tanggal 2 Agustus 2021. Leaders Team Community Anroja, Manager Tim Amal Program El Nalu. Oke, mari kita masuk ke rumah bantuan Steam Amal. Baru selesai potong pita. Ini urusannya Steam. Ulungnya kan? Yang video tak bau ya. Siap. Video ruangan. Oke, ini ruangannya mantap. Kondisi rumah nih Pak Raja Salman. Ini Bapak pemilik. Oke Pak, siap Pak, mantap. Nah, ini kondisi rumah, kamar, kamar utama, lantai keramik. Oke, ini sangat mantap. Ini ruangan berikutnya. Ya, mantap. Ini ruangan kedua. Ruangan kedua, oke, mantap kondisinya. Kita tinjau kamar mandi, ya, oke. Kamar mandinya, lantainya mantap-mantap. Oke, oke Pak. Ini ruangan. Ini lantai kami. Dua kamar. Kamarnya ada satu. Bismillah. Kunci. Pak Raja, penyerahan kunci.
pengalaman kok. Oh biasalah. Apa kok? Enggak mau me, kadang-kadang banyak ki. Bukan tuh Muji. Bukan. Hidup nikah ya. Hidup nikah ya. Nyari guys peresmian rumah Steam Amal. Peresmian rumah Steam Amal dihadiri oleh toko-toko masyarakat Kampung Nibung, Kecamatan Samtalira Bayu. Ini lantainya lantai keramik. Ya, sini juga Bang itu El Nahlul. Leadership juga hadir Amroja. Ini dari PT Jaya tim. Hari Ibu Mutu. Alil Al-Taki, ini apa tadi? Fajrul Akmal 99. Siap, Fajrul Akmal 99. Ini rame ini. Gak apal semua sih. Semua udah berkumpul. Iya. Udah gendung kan. Udah gitu. Ini rumah Steam Amal. Gureh, ni you pakai tak pakai masker dah gureh. Gureh, gureh pakai masker gureh. Sure. Yeah.
Namul sehat lu. Alhamdulillah. Keluarga penerima manfaat sama leader steam share. Antri makan ini antrian. Kenapa?
Acara bubar. Bubar tuh. Pak, makasih ya tutorialnya kemarin. Dari lokasi ya, supaya jaga foto. Jadi jaga video. Persiapan potong pita. Peresmian rumah setempat. La ilaha illallah.
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والأفات، وترضي لنا بها من جميع الحاجات، تقينا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك درجات، وتطلعنا بها أرسل غيات من جميع الخيرات وبعد الممات يا أولي بسائرنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل ثواب ما قرنه في هذا المجلس كذا وكذا من القرآن العظيم ومن لا إله إلا الله وإلى رحيل على عقبيك وانقسمهم وأنت رب باسمهم يا رب آمين. اجعل لهم بمهدي فضلك وجودك وكرامك ثواب ذلك علك وفداك وسترك لهم واغفر لهم أهلنا ولهم ولسائر القربات والإخوان واشملنا بالعفو والرحمة والفضل والإحسان يا كريم يا حنان يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واحفظهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم وارسلهم جنتهم واسواهم. اللهم انزل في قبرهم رحمك وضياء وبهجة روحا وريحانا من يومنا هذا الى يوم البعث والنشور. انك رب الملك الغفور. اللهم اجرنا واياهم من النار اجعلنا وإياهم من عقاب النار. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلناهم من أهل الجنات ورضوان ولا تجعلناهم من أهل الشقاوات والنيران بجاه محمد سيد والجنة. يا من بسائلين بفضلك وجودك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم استجب دعانا واشف مرضانا وارحم أمواتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة والعافية على هذا البيت وخاصة وعلى سائر البيوت وأهلها عامة، وأبعدهم عن جميع بلاء الدنيا وعذاب الآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة على أهل بيت وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة إلى الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أعد علينا في سفرة الموت والنجاة من النار والعافية عند حساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا ودعانا يا رب مولانا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عيون واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
النبي سيدنا محمد